حرب لم تضع أوزارها بعد في أفغانستان، فالرصاص الاحتفالي في العاصمة بتحقيق الانتصارات وانسحاب الغزاة قابله رصاص المعارك الطاحنة في وادي بنشير آخر الأقاليم التي صمدت أمام حركة طالبان. المتحدث باسم قوات المعارضة في الإقليم فهيم دشتي قال في تغريدة على تويتر إن مقاتليه استعادوا بلدة بريان من سيطرة قوات طالبان. يقول إن 1000 مقاتل من الحركة حوصروا وفر جميع المهاجمين بفعل مقاومة السكان المحليين ومساعدتهم المقاتلين على حد قوله. مصادر من طالبان أعلنت تقدمها في مناطق بنشير لكن لم تؤكد رسميا السيطرة على كامل الإقليم. الوضع الأفغاني ليس مطمئنا للغرب وعلى رأسهم الولايات المتحدة، إذ رجح رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارك ميلي اندلاع حرب أهلية في البلاد. يقول ميلي إن تلك الظروف ستقوي شوكة الجماعات المسلحة مشككا بقدرة طالبان على ترسيخ سلطتها وتأسيس حكومة فاعلة. مخاوف الأمريكيين لم تلقى تبريرا إيرانيا، فرئيس البرلمان محمد باقر قليباف حمل مسؤولية وصول طالبان إلى السلطة الاحتلال الأمريكي. اعتماد السياسيين في أفغانستان على أمريكا لتحقيق الأمن والتطور كان خطأ استراتيجيا، والآن وبعد 20 عاما فإن أفغانستان لم تحقق تطورا ملموسا في بنيتها التحتية ولم تصل إلى ما يحتاجه أي مجتمع مدني من الأمن والاستقرار. بلد أنهكه الغزو والحروب عقودا ما زال مثار قلق الغرب، لكن الولايات المتحدة متزعمة الحلف العسكري المنسحب من هذا البلد أكدت أنها ستحافظ على قدرات تمكنها من ضرب أي تهديد لأمنها.